لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الاحترافي والثالث عشر من الدوري الوطني الاحترافي، مباراة التي تجمع بين الدفاع الحسني الجديدي وضيف فريق اتحاد طنجة. مباراة تكتسي أهمية بالغة للطرفين معا، سواء الدي اس جي الذي عاد لسكة. تنطلق المباراة والبداية من جانب أستر الارتيس إلى مدوران ملعب من خط الوسط، كيفية تدبير هذه الوضعية، ضغط كبير يعيشه الفريق الطنجاوي كلما عجز. الانطلاقة من جانب الجناح الايسر ليغتيل بحث عن العرضية وتغطية دفاعية، أن يحسن اتحاد طنجة من حضور الهجومي. نتابع على فرصة تسديدة لم يتمكن منها بعد الغياب في عن المباراة الأخيرة. هنا العرضية وهنا المتابعة من بدر الدين بن عاشور للوصول سريعا للشباك. هنا العرضية تمر وهذه جانبية، كانت دكانية العرضية من الطيب بوخريس عبر مبارياته على مستوى الدوري الوطني الاحترافي، بالأسماء التي تمنح لها الفرصة. الموسم الماضي تابعنا في بعض المباريات، كانوا جيدا. هذا الاسم ينتظر مستقبل كبير بالنظر لإمكانياته ومهارته، ما شاء الله. تابعته في اللقاءات الآن تابعنا له لسعد شرطة شابي، لاعب طويل القامة. هذه الفرصة تنفذ البحث الرأسية، مطالبة بركلة جزاء، حكم يقول واصل ويصور ركلة جزاء، تمشيها مع عبد اللطيف فخري، فخري في العرضية متابعة من الحارس أحمد مروان بيزاكا. قلت لكم مباراة فيها ديناميك على سير فريق الدفاع الحسني الجديد. هنا العرضية لكن بعيدة كرة أسامة سكحان، لعبت بشكل جيد من طرف على سير فريق الدفاع. فاتجة من فاتجة الحارس أحمد مروان بيزاكا، سريعا للكرة الأخيرة. التمرير الأمامية، ارتقاء ماذا هناك، تصير مباشرة لبدر الدين بن عاشور. دوران عرضية، كرة طنجاوية في الخطورة، في الخطورة، تحضير التحضير لحمزة الحساني، والحساني صد لكن جانبا عن مرمى أحمد مروان بالساكن. الطولية راسية، محاولة في الخطورة، أخطر فرصة وأول فرصة عبر عمر الانودي على القائم الأيمن لمرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. ينوب على اتحاد اللاعب اللي يقوم بعملية الربط بين دفاع وهجوم فريق الدفاع الحسني الجديدي. دياسجي تنفذ البحث الرأسية وفوق المرمى بعيدة، تغادر ركلة مرمى لفريق اتحاد طنجة. ملعوبة دكانية، البحث عن العرضية الرأسية، جمعة مسعود توكا، أخطأ الوجهة رأسية بعيدة عن الخشبات الثلاثة مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور. قبل أخطاء دفاعية كلفت الفريق المحاولة، تقدم الحكم هذا يشير كمان. هنا خطيرة، تفاجئ بدر الدين بن عاشور وتمنح الأفضلية في حدود الدقيقة 26 لإفادة الفريق الدكاني هدف جناح. تلعب العرضية عبر القائم الثاني وخروج الحارس أحمد مروان بيزاكا. إصابة أحمد مروان بيزاكا ما شاء الله، كذلك لعبد اللطيف فخري وقيمة مدينته مدينة اسمها مدينة طنجة. ورا العرضية فرصة، مرت بسلام، مرت بسلام لفائدة بدر الدين بن عاشور. طويلة مرفوعة أمامية، البعد عن حسن الزرعي من فوزي عبد المطلب، في الخطورة، في الخطورة، في الخطورة، في الخطورة، الرائعة 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 من حمزة الحساني، وأجمل بناء هجومي طنجة الجديدي من فرصة اكتسبتها مع الخطورة. هنا العرضية والحكم ماذا يقول، يقول ركلة مرمى لفريق دفاع الحسني الجديدي. رضا الخميدي، عرضية، ماذا فعلت يا أيوب أيوب الشرفي زاد الطين بل بأفواه للسجل تاشور جمعة مسعود جول عبد الله فرح يمنح الفرح لكل مكونات الفريق الدكاني. سددت الكرة من جمعة مسعود توكا، يتصدى بدر الدين بن عاشور والقادم من الخلف عبد الله فرح يفرح عن سيقول تسلل، اذا تسلل، يقولهم تسلل، يلغى الهدف لفريق الدفاع الحسني الجديدي. جات الاشاره من الفار، لازال الدكانيه ولا التسديد على الكره لكن بعيد، جرب المباغته، جرب التسديد من بعيد لكن لم يكن موفقا في ذلك. رضا الخميدي قال عرضيه في الخطوره، بدر الدين بن عاشور، ارتقاء جميل من طرف بدر الدين بن عاشور ينقذ مرمى اتحاد طنجة من الجريمة من زكريا الكياني، عرضية وارتقاء من أحمد مروان بيزاكا، الارتقاء من أحمد مروان بيزاكا. طنجاوية استلام في الخطورة مثلا العرضية من طرف حسن الزرعي. منطقة الفريق الدكاني تلعب مقوسة ولعبة روسية، باحث عن ضربة المقص الهوائية جامع أن رضا والتغطية في الوقت المناسب في التايمينغ المناسب، يتمكن من إبعاد هدف التسجيل في وسط منطقة الجزاء. محاولة تمرير الكرة من جانب حمزة الحساني، مطالبة بركلة جزاء لفريق تمرة أمامية ولقطة جميلة 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 جول 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 وي جول زكريا الكياني بعد اسيست من ذهب، بعد لمسة جميلة تدرس عالم كرة القدم، سجل هدف جميل فريق الدفاع ورد على اتحاد طنجة بهدف أجمل. قدم هذه التيكي تاكا التي ارتبطت بفريق اتحاد طنجة. لا عالمي وهي هدف يأتي المباراة، مباراة الأهداف الجميلة